حدث تقيل بثقل قيمة المسرح المصري أبو الفنون، وإحنا من أوائل الدول في المنطقة، وما كانش في يعني في مسألة المسرح عندنا قامات فنية كبيرة رموز. ويمكن إحنا طبعا في الدورة اللي فاتت كانت بتحمل اسم الزعيم عادل إمام، السنة دي أو الدورة دي عرفنا سيدة المسرح العربي طبعا أستاذتنا نجمتنا الكبيرة أستاذة سميحة أيوب، فطبعا ده برضو شيء مهم. فكلمنا عن تكريم القامات الفنية اللي يعني نورت حياتنا وأمتعتنا. طيب ومعانا هي موجودة معانا على التليفون فنانتنا الكبيرة سيدة المسرح طبعا أستاذة سميحة أيوب. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب وطيبة وبصحة يا رب. طيبين يا رب وكل المستمعين طيبين. يا أهلا وسهلا. طبعا الفنان محمد رياض معانا، ولسه كنت هسأله يا مدام سميحة عن المسرح ويعني أهميته وتكريم قامات فنية يعني أسرت حياتنا بأعمالهم، فلو تكلمين عن أهمية المسرح وأهمية المهرجان إزاي حضرتك بتشوفيه يا فندم؟ يعني أهمية المسرح ده أهميته معروفة أن هو يعني شيء عظيم، شيء ثقافي تنويري، بيصيغ وجدان المواطن، فما هوش مجرد تسلية أو حاجة، لأ. وبعدين أنا سمع الزميل والحبيب محمد رياض بيكلم عن تجهيزات المهرجان. أنا عجبني قوي 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 حاجة هو قالها أنا كنت بنتهجها برضه. اتفضلي يا فندم. إن أنا بعمل الحاجة لغاية آخرها علشان إذا صادفني حاجة أي شيء، يعني هو بيقول لك أنا بوضب دلوقتي أواخر المهرجان. يعني الفينال بتاع المهرجان. أي فن. هو خلص من الأولاني بيكمل بقية شغله لغاية أول افتتاح يبقى شغله جاهز. كامل لغاية فده شيء جميل جدا جدا أنا بحبه، إن الإنسان يكون جاهز بكل حاجة ومتوقع أي حاجة يلاقي البدائل. ده شيء جميل جدا. قيمة المسرح وإحياء يعني طبعا المسرحيات طول عمرها موجودة معانا وده تاريخ بكل تأكيد، لكن بتكلم على شباب أجيال جديدة تلاقي نفسها تشوف الفرصة. في أجيال واعدة وفي شباب طالع عاشق للمسرح. أصل المسرح ده هوش مجرد انتماء، عشق. مادام الإنسان عاشق للمسرح خلاص بيحاول يتقدم، بيحاول يبحث، بيحاول يدرس، بيحاول يفكر، وبتلاقي طاقات جميلة جدا جدا جدا. يعني حضرتك سينما ومسرح وتلفزيون وإذاعة، بسم الله ما شاء الله تاريخ طويل عظيم، لكن الأقرب المسرح؟ لا طبعا هو المسرح طبعا. يا سيدة المسرح العربي. طبعا سيدة المسرح بكل تأكيد. اتفضلي يا فندم. العشق هو المسرح. المسرح طبعا. الحياة هو المسرح. يعني أنا كنت بعرف المسرح أكتر ما أعرف بيتي. قعدت في المسرح ما بقعد في بيتي، لأن ده عشق بقى. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. محمد، أنا عايز بس أقول لأستاذتنا طبعا يعني إحنا شرفنا بجد السنة دي بإطلاق اسم الدورة باسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وده شرف كبير جدا للمهرجان. والحقيقه المهرجان القومي للمسرح المصري مش هو بيحتفل بسيده المسرح العربي واطلاق اسم الدوره باسم سيده المسرح العربي استاذتنا سميحه ايوب، ما هوش تكريم قد ما هو احتفاليه بسيده المسرح العربي. وعايز اقول لحضرتك كمان مش المهرجان اللي بيحتفل بحضرتك، مصر كلها بتحتفل بسيدة المسرح العربي الأستاذ سميح أيوب، لأن حضرتك أيقونة للفن المصري والعربي. الله يخليك. وتاريخ حضرتك في المسرح تاريخ عظيم ومشرف وملهم لأجيال كتير جدا جدا جدا. يعني إحنا كلنا حبينا المسرح من خلال حضرتك ومن خلال المسرحيات العظيمة اللي إحنا اتفرجنا عليها لحضرتك، فخلت المسرح هو جزء من تركيبتنا الإنسانية والفنية. يعني أنا كمان بقول إنه الممثل والفنان اللي ما اشتغلش مسرح هو نقصه كتير جدا جدا جدا، لأن المسرح حالة خاصة. برافو برافو.
وانا احيي فيك الوفاء والله يا حبيبتي. انا بحيي فيك الوفاء. انا بحبك، بحب حضرتك في كل حاجه. بحب صوت حضرتك طبعا، وبحب تمثيل حضرتك، وكان ليا الشرف ان انا كنت مع حضرتك في اعمال كتير. بجد يعني كانت جميله الحمد لله. ربنا يديك الصحه وطول العمر، وكن تعينا دايما ومنوره حياتنا. تعيش يا حبيبي. ربنا يخليك. استاذه سميحه، لو اتكلمنا مش بس عن المسرح، عن الفن بشكل عام، ودايما هنا احنا بنقول القوة الشاملة للدولة المصرية احد اهم عواملها القوة الناعمة، ومصر في تحديات كبيرة. يعني انا بكلم بقى الفنانة المثقفة بكل تأكيد، الفنانة سميحة ايوب، ازاي الفن يكون ليه دور ومؤثر في بناء الشخصية المصرية، قضية الوعي. يعني احنا بنشوف اعمال، ماشي كل الأعمال موجودة ومتاحة، لكن أنه أعمال تركز على قيم بعينها، على حاجات إحنا محتاجينها فعلا في شخصية المواطن المصري. ده راجع للكتاب. أيوة فندم. الكتاب، لأن الفنانين موجودين والموصلين الثقافة موجودين والوعيين موجودين. تمام يا فندم. اكتبي علشان انت تصيغي وجدان المواطن من خلال اللي بيتقال، ومن خلال الوعي اللي بيتقال، من خلال التنوير اللي بيتقال. هي المشكله الكتابه، الورق. الكتابه. فاذا وجدت نص كويس انت بتوصليه، هيوصل، ومن هنا الناس حتى هتنهل منه. صحيح. لكن ما فيش توصيل، وما فيش كلمات واعيه ومهمه، هيفهموا منين؟ هيعرفوا منين؟ هتصيغي وجدانهم ازاي؟ لكن ما هو ده فعلا الدور اللي احنا بنتكلم عنه، واللي تم التركيز عليه في الفتره الاخيره الحقيقه، ان يكون في اعمال برسائل احنا محتاجينها، الاعمال الدراميه، الموضوعات اللي بيتم مناقشتها. يعني ده برضو بتشوفيه ازاي في الفتره اللي فاتت، يعني المتحده وكثير من الاعمال. يعني في اكيد في حاجات بترفع جدا جدا، وحاجات بتخوخ المخ. ايوه فاحنا عايزين نبعد عن اللي بيخوخ المخ ده. صحيح. لكن يعني انك انت تعملي عنف وتعملي الفاظ وتعملي، لا، احنا بنرتقي بالناس. حضرتك بتحبي تتفرجي على ايه؟ على كل شيء جيد، على كل شيء محترم. لكن كل شيء سوقي ما احبش اتفرج عليه طبعا. واللي يقول اصل والله في الشارع فيه كده وفيه كده، فاحنا بننقل كله، المنطق ده صح؟ لا، أنا أنقل الحلم، ما أنقلش الوحش. أنا أجمل الوحش. أنا أجمل، مش أكشف وأعري. لا، عفوا. في مفاجأة المهرجان محضرها لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة الكبيرة سميحة أيوب، وهو زي ما عرفنا كده في لأول مرة هيبقى في فيلم سينمائي للفنانه الكبيره سميحه ايوب. هو احنا عارفه الحوار ده، او استاذ محمد بقى لنا التفاصيل، احنا سمعنا كده. لا، احنا عاملين بدل، احنا انا طول الوقت بفكر احنا نعمل ايه لسيده المسرح العربي، بس احنا عندنا يعني شخصيه بحجم فنانتنا الكبيره، فمش عايز استسهل زي يعني انا ضد الاستسهال يعني اعمال كده واجمع الاعمال. فيلم تسجيلي عن اتعمل الاستاذه مش في مصر بس، في كل دول العالم، في كل دول العربيه ودول العالم. فقلت طبعا عايز اعمل حاجه مختلفه شويه، فنعمل فيلم فيه رساله تتقال من خلال سيدة المسرح العربي. هو هيبقى فيلم مش طويل، ده فيلم يعني لا يتعدى 8 9 دقائق يعني. لكن طول الوقت عايز اعمل حاجه طليق، حاجه تبقى فيها مختلفه، حاجه يعني يا رب يوفقني بس ونقدر نعمل حاجه نرد بيها جميل للاساتذه الكبار
اللي نوروا حياتنا واضافوا لحياتنا ثقافة وفن ووعي واحترام للفن وقيمة الفن. ده حاجة مهمة جدا. استاذتنا طبعا سميحة ايوب هي استاذتنا قدوة يعني للفنانين الشباب ان هم برضو يشوفوا اعمال ويشوفوا يعني سلوكيات واخلاقيات المسرح ونتعلم منها. انت عارفة ان انا يعني قلقان جدا ان انا يعني ما بقاش قادر اوفي حق الاستاذة سميحة. يعني نفسي اعمل احلى حاجة في الدنيا. فيعني بحاول يا رب يعني ربنا يوفقنا ونقدم حاجة تليق بالأستاذ سميح أيوب. يعني فنانتنا الكبيرة سعداء جدا جدا بمداخلة حضرتك ونورتي الدنيا ونورتي البرنامج وكل سنة وحضرتك طيبة وبصحة وخير يا رب وعيد سعيد عليك بكل الخير اللي في الدنيا يا فندم. عشت يا حبيبتي. شكرا ربنا يخلي حضرتك. كتر خيرك. مع ألف سلامة يا فندم.